قلنا انه جزء مهم جدا للاي تي جافرنس، وحتى انه حتى موجود في حاله زمن الشمال من ضمن الاشياء اللي ممكن اقلل فيه النفقات او اتحاشى فيه النفقات وحتى ممكن احتويها. ايضا هو يعتبر جزء او ركن من الاركان اللي ممكن استخدمها، سواء كان بالنسبه لانقاص التكاليف او زي ما قلنا احتواء او تحاشي، او حتى اذا كان الشيء ايش نزيد او ايش الفاليو. معنى كلمة قلنا زيادة الفاليو بمعنى انه القيمة المقدمة من قبل العمل اللي بينجزه، ايش القيمة بالضبط؟ من حيث الاي بزنس، من حيث الاشياء كثيرة جدا هنا الارباح وجودة الخدمة الاشياء دي. ايضا نلاحظ انه ليش الاوت سورسينج يعتبر جزء ايضا مهم جدا في ايش؟ في انه يزيد ليش؟ يزيد القيمة. مش كل الاحوال، ممكن بعض الاحيان الاوت سورسينج يكون سبب في انه ايش؟ في انه القيمة، او معنى اخر انه الاعتماد على الان سورسينج بعض الاحيان ممكن يعطي قيمه افضل من اننا ايش نستعين به مورد خارجي او متعهد خارجي. فننتقل الان الى 5 ستيجز اوف اوت سورسينج انكلود، اللي هي تعتبر المراحل الخمس بالنسبه لكيف ان انا استخدم متعهد او استخدم ايش مزود. اول شيء الايديا، اللي بعده الاسسمنت، بعده البلاننج، بعد الامبلمنتيشن، وبعد ايش الترانزيشن اند مانجمنت. لاحظ اول حاجه طبعا ضروري يكون معي ايش عشان اتقل الى متعهد خارجي يقوم بالعمل او يقوم بانجاز مثلا مهمه معينه، ضروري يكون معي هنا بزنس ايش استراتيجي. البزنس استراتيجي قد يكون مثلا بيسحبها اننا شمال استثمار بمين بتقنيه المعلومات على اساس اننا انجز البزنس هذا، ويكون ثم راجي مواقع. هذه المراحل كلها ممكن امر عليها، والمراحل هذه ممكن تكون مراحل ايش؟ يعني متكرره ريبيتبل، بمعنى اخر انه ممكن اطبقها مره اخرى في ايش؟ في وقت اخر. اذا كانت ناجحه يعني بمعنى اخر اصبحت ايش؟ اصبحت جود ايش؟ براكتس ممارسه جيده. طيب نلاحظ كذا كل واحده من هذه ايش تعني بالضبط؟ اول شيء الايديا ستيج. ايش الايديا ستيج؟ Which outsourcing opportunities are appropriate in support of the organization business strategy. يعني انه المرحله اللي ممكن افكر فيها بان انا استخدم متعهد خارجي، بمعنى انه فرص استخدام متعهد خارجي تكون مناسبه لمين؟ مناسبه لمين؟ للعمل او الاستراتيجيه الخاصه بالعمل حق المؤسسه. هل الفرص اللي المتاحه اللي ممكن يقدم لي فيها المتعهد الخارجي هل هي اصلا بتلبي الاستراتيجيه العمل اللي تدور الفكره؟ اللي بعده بعدين مباشره اللي ذكرناه هنا هي ليش؟ هي الاسسمنت. حتى نسميها هنا كانه الريال، بينما هنا ايش؟ الديال اللي تعامل. نشوف ايش معنى الاسسمنت اند بلاننج ستيك وذ ذا ديبلومنت اوف ذا بزنس كيس اند of the provider marketplace are the anticipated benefits in this area. يعني بمعنى اخر، هل تطوير البيزنس كيس of the provider marketplace are the anticipated benefits، يعني انه كانه يتفق مع المنافع المتوقعه او المرتقبه، ريال انجيل يعني معناته ايش؟ يعني حقيقة هل في توافق هنا يصل المرحلة في مرحلة ايش؟ مرحلة تقييم. هل المنافع اللي بيحصلوا عليه من استخدام المتعهد الخارجي هي اصلا ما تتفق مع البزنس اللي بيعملون او ما تتفق مع البزنس كيس؟ يعني ايش البزنس كيس؟ تكلمنا من قبل هي حالة العمل او معنى اخر هي تشبه اللي هي ثلاثة جدول. اللي توضح لي الجدول ان انا استخدم ايش؟ متعهد خارجي. اللي بعد الخطوه اللي بعدين اللي هي الامبلمنتيشن، اللي معناها اخر هنا ايش؟ هنا خلاص انا بعد عمليه التقييم هنا ايش؟ بصل الى مرحله الديال. الديال ايش يصير؟ كلمه ديال ايش تبقى او ما ايش؟ اتفاقيه اللي هي امبلمنتنج سي كان وي ريتش اجريمنت، هل وصلنا الى اتفاق؟ خلاص يعني انه انا خلاص قيمت ال كيف تتم هي مرحلة التقييم؟ في واحد يقول لي كيف؟ كيف تتم هي مرحلة التقييم؟ بايش من طريقة؟
تقييم الاوتسورسنج او عشان اذكر انه الاوتسورسنج اللي بيع عنده تمام ولا لا سيرتيفيكيت اذا كان عنده اذا كان عنده سيرتيفيكيت اذا عرفت انه عنده سيرتيفيكيت مهم جدا هذه راح اصحاب الشركات اللي اعتمدوا على المتعاهد الخارجي كل ما عرفوا انه المتعاهد الخارجي ده في معه شهائد من مؤسسه او كذا انا اتعامل حتى معي بعض الاحيان يكون بالنسبه لي ايش الرغبه فيه افضل طيب حاجه ثانيه غير ثاني مره ايش المناقصات راح شامل ارسل مثلا طلب ايش طلب اللي هي ريكوست فور انفورميشن ريكوست فور فودز ريكوست سيرفر فور ايش بروبوزل على اساس انه هو راح على عمليه تقييم ايضا ايضا هنا في معي اللي هي الامبلمنتيشن ستيك هنا معناته كان وي ريتش اجريمنت اون ديال ويز وان اور مور اوف سيرفيس بروفايدرز هل انا بعد خلاص الان عملت المناقصه وكل حاجه وهذا عملت التقييم تاكدت الان انه في ايش في ناس معينين وهم يتفقوا مع ايش مع البزنس كيس اللي انا عملته هذا بمعنى اخر من حيث المبالغ المقدمه للمشروع انا كل واحد يقول بيعمل المشروع مثلا بمبلغ معين مش كلهم بيعطوا نفس المبالغ صح ولا بالاخير انا ممكن ابحث عن الافضل والاقل ايش والاقل تجربه مش الاسوء والاقل تجربه الافضل والاقل تجربه اذا هذه المرحله اللي هي مرحله ايش الديال للتعامل الان التعامل الان اذا ملاحظ الان الحاجه ايش كانت الاستراتيجية اللي هي مرحلة ايش؟ مرحلة انه في معي حالة عمل، ايش اشتغلها؟ بعدين ابدا افكر هل استخدم الان سورسينج ولا ايش؟ الاوت سورسينج، هل الاوت سورسينج بيقدم لي شيء افضل فكرة بس داخل المؤسسة تدور داخل المؤسسة، يفضل نستخدم الان سورسينج الموظفين اللي عندنا، والله عملنا دراسة الموظفين اللي عندنا ما عندهمش ايش؟ التأهيل والأهلية أهلية انهم ايش؟ انهم يقدروا يفوزوا بالعمل هذا، إذا نفكر الآن بحكاية احنا ايش ناخذ ايش؟ متاحات خارجية طالما فكرنا خلاص وصلنا الى فكره انه خلاص المتعهد الخارجي نبدا نعمل ايش؟ عمليه تقييم نقيم كل المتعهدين الخارجيين اللي ممكن ايش؟ ينجزوا العمل هذا وصلنا بعدين بالاخير الى ناس معينين اخترناهم اختيار حسب اسمه هذا هنا وصلنا لمرحله الديال اللي بعدها مرحله الاكسكيوتيف اللي ترانزيشنز لكن اننا انقل العمل من الشركه الى المتعهدين لانه هم يقولوا بالعمل بعد ما ينجزوا الذي يطلعوا النتائج بعد بيرجعوا ايش؟ بيرجع مره ثانيه لمين؟ للمؤسسه ايش؟ بالرابط. يعني مثلا زي ما قلنا اذا كان الحمايه ربطناها عبر شركه عبر شركه اخرى، شركه خارجيه هي تقوم بالحمايه. اذا في هذه الحاله البنيه التحتيه والبرمجيات وهذا كل اللي تحسوا بها فين؟ تحتها اكيد ضروري لانهم شعور الحمايه مفروض الحمايه للاشياء دي اكيد تحتها. معناته انه هنا عملت مرحله ترانزيشن. Can we execute successfully بمعنى آخر هل نقدر نعمل نقل الآن نقل العمل من عندنا إلى عندهم بشكل نفذه بشكل إيش ناجح انتقل العمل لعندهم هم يقوم بالعمل بعد فترة خلاص انتهى العقد المفترض إيش نعمل؟ يرجع العمل ليش؟ اللي هي المرحلة الأخيرة طبعا اللي هي المرحلة الثالثة اللي هي الأخيرة اللي هنا اللي هي المانجمنت with the transition complete يعني عندما خلاص النقلتين are we ready to operate and the new agreement are the benefit being realized مثلا نفسي هل نبقى على الاتفاقيه حقنا ولا نجدد الاتفاقيه ولا خلاص نكمل العقد ونرجع ايش؟ نرجع لعندنا اللي هنا بالاخير هذه بالنسبه للمانجمنت هي المرحله اللي يشتغلوا فيها وبالاخير هل حققنا المنافع منهم؟ اذا حققنا المنافع ممكن نجدد ايش؟ العقد مره اخرى معهم مثلا انا عملت عقد حمايه للشركه لمده سنه بعد فتره اكتشفت انه الاشخاص هذول مش ما قدموش الاشياء اللي انا اللي المفترض ان يتصل لنا، يعني لاحظت انه في بعض الاحيان بيانات تسرب وفي ناس يعني حاولوا انهم يدخلوا وقادرين انهم يدخلوا، معناته انه انت كشركه الاتفاق بيني وبينكم ما نبجوش، اذا في الحاله شمال يعني ممكن احيانا اقطع الاتفاق بالنص نتيجه انهم ما حققوش ايش؟ كل الشروط او معنى اخر انه ما عقدتش العقد معهم. لكن اللي شفته بالنهايه انه ما شاء الله المؤسسه الان ايش؟ محميه من كل الفروقات في حمايه قويه جدا داخل الشركه اذا بضطر ان ايش اعمل هذه ايش نجدد ليش نجدد ليش اللي هنا اندر ايش نيو ار ذا بنفيت بينج ايش ريلايزد هل توقعت انا ما نقر هل اللي كنت انا متوقع منه حصل بالجانب الحسن مش بالجانب السيء اذا كان تمام بالجانب الحسن معناته هذه اذا الخطوات هذه الخطوات طبعا الشرائح اللي كانت موجوده فقط الله مسجل هذه من دون ليش؟ من دون شرح حقها فحاولت ان انا اضيف شريحه الشرح على اساس توضح بشكل اكبر. لانه كذا لو قريناها بالشكل هذا ممكن ايش يعني تتلخبط الامور لكن مع التفاصيل كذا افضل.
طيب بعد اللي هي السورسينج معنى كلمه السورسينج هنا ممكن يكون ان سورس او ايش اوت سورس لايف سينج اللي هي دوره حياه مين سورس سورس لاحظ الخطوات او معنى اخر السيكل الخاص ب السورسينج تمر بعده خطوات اون جوينج مانجمنت بيز او ريدوينج انيشيشن بيز ديليفري بيز كومبليت بيز ongoing management phase. لاحظ انه حتى الخطوات حتى الاشياء اللي ذكرها الان هنا كانها ايش؟ كانها هي شرح بطريقه اخرى اللي ذكرناها قبل. من النقاط هذه. من النقاط حتى نفسها هذه. يعني او معنى اخر حتى هي كانها تمثل النقاط هذه بس بشكل ايش؟ باطار اخر. باطار عمل اخر. يعني هنا اللي هي الايديال ستيك وهكذا كذا ممكن اشبهها كانها هذه ايضا ايش؟ يعني بنفس الاسلوب بس هنا باطار وهنا باطار ايش؟ باطار اخر. لاحظ أن الحاجة initiation phase include business case يعني أعد جدوى أعد حالة عمل vendor selection اختيار بين الفندر اللي بيقوم بعمليات الأسبوع اللي بعد negotiation اللي ليش تفاوض اللي بعد contracting عمل العقد and development planning هذه كلها تمثل من اللي ليش الديبلومنت اللي هو الانتقال البعد الديليفري بيز الديليفري بيز على الكلام ممكن تمر بحالتين ممكن تكون مني للمتعهد او من المتعهد لي متى هذه متى هذه هذه بالبدايه وهذه بعد ما يكتمل هذيك البدايه وهذيك البدايه لما اجي اقول مثلا الان خلاص انت الان الجزر كلهم تحت سلطتك انت الان بتعمل حمايه للجزر انت هذه يسموها هذه البدايه انفولف ذا ترانزيشن ترانزيشن معناته اوف ذا سيرفيس بروفايدر اور بروفيشن اوف ذا سيرفيس بروفايدر ايش ديليفرز اما مني للبروفايدر او البروفايدر يجيب النتائج اللي بعد اللي كومبليشن فيز اكستند ذا كونتراكت لما اخر ممكن يكون بعد الانتهاء العمليه النهائيه ممكن يتبعه تجديد عقد اكستند يعني امدد العقد اور ري انسورس ذا فانكشن معنى اخر ايش اطلب ايش؟ الانسورسول يكمل العمل. لا اجدد العقد او ان انا اعمل ريانسورس معناته ان انا اعيد بس مع متعهد بكن اخر. انسورس ريانسورس لا ريانسورس يعني صار ما احسن ري اوتسورس ريانسورس يعني ارجعها لصاحب العمل نفسه يعني الشركه خلاص تاخذ حق المعدات تاخذ كل حاجه وترجع العمل هي تقوم به ريانسورس يعني معناها اخر انسورس اللي يقوم بالعمل. يعني هي بالاخير اصلا بالبدايه يمكن يكون اللي يقوم بالعمل نفس رينسورس بس انسورس حولته بعدين ايش؟ اوتسورس بعدين بعد ما انتهى الاوتسورس خلاص انتهى العقد ايش عمل؟ عمل رينسورس يعني عيده مره ثانيه هذا معنى كلمه رينسورس بس تكفينا انها ري اوتسورس رينسورس ذا فانكشن بروسيس اور ايش؟ سيرفيس اي طبعا ممكن هذه المره في خطوات هذه المره ممكن تبعها انهاء العقد ايضا مش انه اكسند ايضا ايش؟ طبعا ما بنيش العقد الا في حاله الحاله. رينسورس. في حاله الرينسورس. اللي بعدين ongoing management phase اللي spans the entire outsourcing life cycle. هذه الحاله ما بتتمش الا في حاله اذا انا ايش؟ اذا انا مديت ليش؟ العقد يعني معنى اخر انه عادوا في تعامل مع ليش؟ مع الاوتسورسنج. يعني معنى اخر لو دخلت لهذه الحاله معناته انه ثاني مره ممكن ايش؟ امر ثاني مره بايش؟ حالات بعدين من اخر ان عندنا ما زلت اتعامل مع الاوتسورسنج في معي حاجه اسمها اوتسورسنج مانجمنت في حاجه بالنسبه للشركه يعني مش مانجمنت اون جوينج يعني نقول بعدين في معنا خطوه مهمه جدا في الاوتسورسنج اللي هي اختيار بين اختيار البندر هو اللي مؤهل انه يكون ايش انه يقوم بالعمل كمتعهد خارجي. هذه يعتبر ايضا بعده مراحل. ريسيرش عمليه البحث عن المتعهد ار اف اي ار كيو ايش ار كيو؟ ريكوست فور انفورميشن ريكوست فور كودز ريكوست فور بروبوزل فولو اب ايش معنى فولو اب؟ متابعه سيلكشن ايفالويشن سكور كارد دو ديليجنس ديليجنس معناه ان انا اضمن انه الشخص الاخر انه ايش بيوفر لي العمل
كونتراكت نيغوشيشن اورد، يعني منحه ليش؟ منحه اللي معنا اخر كونتراكت نيغوشيشن اورد معناته انه امنح وحده من الشركات ايش العقد هذا. رول اوت اند ترانزيشن اللي هي معناته اللي هي مرحله يعني مرحله النقل اللي اسمها. اللي بعدها اللي هي اون جوينج ايش سبورت. كيف تتم العمليه عشان اختار فيندر؟ هنا طبعا هي موضحه هنا. الخطوات لاختيار فيندر هذه خطوات كامله. There are a number of steps that if followed will facilitate the vendor selection and the negotiation process. معنى آخر كلها مش من أجل كل العمليات أو معنى آخر ال life cycle بالنسبة لل اسمه ال outsourcing، وإنما فقط نقطة واحدة ليش لي؟ ليش؟ vendor selection لاختيار من اختيار المتأهل المناسب. This assumes that an outsourcing business case has been completed and approved. معنى آخر إنه أنا أخذ خلاص أنا قد وافقت على إنه يكون في إيش؟ لأن أنا بحتاج سمعت أحد خارجي. أول شيء رقم واحد أنا خطوات convene the project manager and vendor selection team. شو رأيكم هذا؟ اجتمع كل من مدير المشروع وأعضاء اختيار ليش الفندر اجتمعوا. بعد ما اجتمعوا ايش عمل؟ هنا اجتمع كل من فريق اختيار الفندر من ثاني مره والبروجكت مانجر. بعدين ايدنتيفاي ابروبريت اند كواليفايد ايش فندر، حددوا من ليش من الفندرز المؤهل وايضا ليش المناسب. اللي بعده ست ارياليستيك سكادول، انا ايش اختار جدول ايش تناسب مع العمل. define a vendor evaluation criteria، ضروري نعمل معيار لاختيار مين؟ اختيار الفندر. كيف يعملوا على عشان ايش؟ السكجول ولا الستيك؟ السكجول العمل. العمل مع الاختيار. مش العمل بالاختيار، العمل نفسه حقهم. شديو. الجدول العمل حطوهم متى مثلا بيخلصوا خلاص ما تنتهي العمليه ويقولوا العمل برنامج عمل اللي بعده evaluation criteria and weights before issuing bid request. يعني ايش؟ اول حاجه ضروري يؤسسوا كريتيريا من اخر معيار معين عشان يختاروا له بعدين ايش؟ عشان المعيار هذا هو يكون اللي يستخدم لاختيار الفندر المناسب. طبعا before issuing bid، ايش معنى bid؟ معيار للعروضات او يسموها ايش؟ طلبات يعني. العطاءات، عطاءات يسموها عطاءات يعمل مناقصات. اللي يعمل مناقصه يعمل عطاءات. يرسل مثلا يطلب ريكوست فور كذا ريكوست فور كذا. تو مينتين ايش؟ تو مينتين اوبجيكتيفيتي عشان نحقق ليش؟ بريبير ريكوست فور ضروري يجهز ايش هنا؟ بريبير ريكوست فور ضروري يجهز ثلاث طلبات. الطلب الأول request for proposal، request for information، request for ايش quotes. if necessary or desired request for information and other. معنى آخر أهم حاجة عندنا من request for proposal مش مهم الاثنين، لكن ضروري نجهزها مرة أخرى. شو هنا prepare request for proposal. بعدين إذا كان شو العملية تكون أفضل استخدم هذا request for information request for ايش إيفالويت ذا بيتس، قيم بعدين الردود غلطات. اللي بعده كوندكت ادو ديليجنس انفستيجيشن، اتاكد انه يعني معنى اخر انه انزل لكل واحد منهم واتاكد من السؤال وكذا، اتاكد انه هذا ايش؟ انه هذا الشخص مؤهل انه بيقوم بالعمل. معنى اخر ما فيش اي حاجه مثلا مشاكل معه او كذا، او مثلا اعطى معلومات ايش؟ خاطئه. لذلك مهم جدا هذا الصراحه اللي هو الدو ديليجنس اون ذا موست لايكلي ايش سيرفيس بروفايدرز تو بي سيلكتيف، يعني انزل لهم انا خلاص يعني وافقت عليهم مبدئيا عشان اتاكد انهم بيحققوا العمل. فيزيت ذا فيندر لوكيشن، هذه يعني خطوات، هذه خطوات. اند انترفيو ذا بيبل هو ويل بي وين ذا ايش. اذا لما يجي يقول لك واتس ليجو او وات what is that diligence? Do diligence properly? Also, visit vendor location and interview the people who will be with you.
نيغوشيت ذا ديال. بعد ما خلاص اخترت ايش عملنا؟